كان شاب من عائلة راقية تجمعه علاقة حب بفتاة محافظة من طبقة بسيطة. تطورت العلاقة وقرر الزواج بها، فاصطحبها لتتعرف على أمه. ما إن دخل بها لقاعة الجلوس، نظرت إليها أمه باحتقار وقالت بكل تعال: ما هذا الشيء؟ هل هذه خادمة صديقتك التي حدثتني عنها؟ خجل الشاب ارتبث وقال: ما الذي تقولين؟ بل هذه حبيبتي التي يريد الزواج بها. من الواضح أنك تحتاج لزيارة طبيب عيون. يلا يمكنك الرحيل. فخرجت الفتاة مكسورة الخاطر والدمع في عينيها. بعد فترة تزوج الشاب بامرأة من اختيار أمه، ذات جمال ورقي، لكن ما خفي أعظم. مرت السنوات، سافر الشاب للعمل بتونس، وما إن غادر البيت حتى بانت الحقيقة. كانت تستفز حماتها كلما مرت أمامه، وبعدها أصبحت تصرخ عليها وتأمرها بالقيام بكل ما هو شاق ومتعب مقارنة بسنها. أصبحت تقفل باب المطبخ ولا تعطيها من الأكل إلا القليل، تدريجيا إلى أن قطعته عليها كليا. وقالت لها: إنما يرسله ابنك من المال لا يكفي لي اثنين، وأنا لست مجبر على تحمل عبئك. وفي حالة هستيرية فتحت خزانة حماتها، أخذت مجوهراتها وجمعت ثيابها بحقيبة ورمتها خارج البيت. التفتت وقالت: الحقي الآن بحقيبتك يا عجوز. خرجت وهي تشعر بالإهانة، وصارت مكسورة ومذلولة نحو المجهول، إلى أن تعبت وجلست على حافة الرصيف لترتاح. في تلك الأثناء مرت سيارة، نزلت منها امرأة وسألتها: ما خطبك يا أمي؟ هل تريد أن أوصلك لمكان ما؟ نظرت لها العجوز وروت بغصة قصتها بالكامل. رقى قلب الفتاة وقررت الاعتناء بالعجوز لوجه الله، فأخذتها معها إلى البيت. وما إن دخلت إلى البيت، التفتت العجوز للفتاة وقالت: أخاف أن يسبب لك وجودي مشاكل مع زوجك. فردت عليها: لا، لم أتزوج، فقد كنت في علاقة مع شاب رفضتني أمه، ولم يستطع قلبي أن يحب غيره. لحظات رفعت الفتاة النقاب عن وجهها، هنا عرفتها العجوز، تبعثرت، تحسرت على رفضها لها في الماضي، وتكتمت على هويتها.